ياو السلام عليكم دراري ودريات، معكم الباترون فيديو جديد. وكالعاده خصني نقول لكم سمحوا لي على التعطيله، ولكن اخيرا غنقولها وغنقد بها. وكالعاده كلشي غيكون كيتسائل علاش قررت نبين وجهي وما بقاش غير الصوت فقط. طبعا هذه الخطوه ماشي غير هكداك، بل لسبب من الاسباب. والسبب الاول هو الكوبي رايت اللي كان كيجيني من دوك الفيديوهات اللي كنت كندوز في الفيديوهات ديالي. والسبب الثاني هو ان بزاف بغاوني نبين وجهي، وراه واخا نبين وجهي راه غيبقى نفس المحتوى، يعني كاين غير الراب الترولات شخصيات ومواضيع. ومره كذلك غندير فيديوهات بالصوت وغيتزادوا فقرات جداد ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم مميز شويه من ناحيه الشخص اللي غندويو عليه، واللي هو توباك، واللي خلى واحد البصمه كبيره في الراب الامريكي. توباك نصير الفقراء والمهمشين في امريكا، رابر ممثل وشاعر، اكثر رابر مبيعا في العالم. وفي هذا الفيديو غنحاول نهضر على حياته كامله اللي كانت عامره بالاجرام قبل الراب، وكذلك جميع الاحداث المميزه في حياته، بل حتى قصته مع الماسونيه وكيفاش حتى اللي قتلوه وشكون اللي قتلوه. معكم الباترون، نتلاقاو مور لانترو. باترون هنايا فيديو جديد، كلشي كيرابي كلشي سعيد، راه كاين غير راب موسيقى الحريد، شخصية جديدة وموضوع جديد، كنفيقو على الراب كنعسو على الراب، كنعيشو غير الراب كنلبسو غير الراب، راه كاين القديم وكاين التراب، شوية د البيت وفوقو الكلاب. باترون هنايا فيديو جديد، باترون هنايا فيديو جديد. المهم اسيدي، توباك زاد شهر 6 1971 في نيويورك وبروكلين بالضبط. وفاش كان صغير الام ديالو بدلت ليه السميه من ليزان باريش كروكس لتوباك امارو شاكور، واللي مستنبطه من كلمه عربيه اي شاكر، بمعنى شاكر لله. الطفوله ديال توباك كانت صعيبه شويه، بحيث انه كبر بلا اب، وكذلك الزوج ديال الام ديالو تحكم عليه ب 60 سنه ديال السجن بسبب السطو المسلح الى احد الابناء. والاب البيولوجي ديالو اي الحقيقي ما كانش مسوق ليه تماما، لانه كان تاجر مخدرات. والمشكل هو ان الام ديال توباك والاخت ديالو بقاو بلا ماوى تقريبا، لانهم كانوا فقراء. وهذا الشيء بالضبط هو اللي خلى الطفوله ديالو تدوز صعيبه شويه. طبعا توباك فاش وصل 12 سنه اكتشف ان عنده موهبه ديال التمثيل، وهنا يدخل مدرسه بالتيمور للفنون باش يتعلم التمثيل. المعلمين ديال هذه المدرسه انصدموا من التصرفات ديال توباك، بل كذلك حتى الاخلاق ديالو والتفكير، بحيث انه كان فقط دري صغير. ولكن هذا الشيء كامل ما كملش، لان العائله ديالو كانت كتنقل بزاف، وهنا غيتحولوا لاوكلاند في كاليفورنيا، وتما غادي يتلاقى بمجموعه من العصابات وتجار المخدرات، وغيبدا الانحراف ديالو. I tried selling drugs for maybe 2 weeks. Then the dude was like, "Oh man, give me my drugs back." ومن بعد سنة، توباك قرر يبعد على المشاكل، وهنا غينضم لفرقة راب كراقص. But when I first started rapping, I needed the money and I had to work. ولكن من بعدها بمدة قصيرة غادي يغادر الفرقة ويقرر يكمل بوحده، وفي 1991 يخرج أول ألبوم ديالو. هذا الألبوم غيدير البوز ديال بصح ويدخلو منه العاقة صحيحة، ولكن هذا الشيء ما غيكملش، لأنه غيبدا يتعرض للمضايقات من طرف السلطات الأمريكية، حيث أن السلطات قالوا أنه كان تيحرض السود على القتل والإجرام والسرقة. Absolutely no reason for a record like this to be published by a responsible corporation. Never before. There's been such a will to use music to advertise self-destructive violence. ولكن في الحقيقة هو كان فقط كيعبر على الغضب ديالو ضد السياسة الأمريكية، وكذلك العنصرية اللي كانت كتمارس على السود وعلى المسلمين. And we shouldn't be angry, and my raps that I'm rapping to my community shouldn't be filled with rage. You know what I'm saying? They shouldn't be filled with the same atrocities that they gave to me. In the media, they don't talk about it. So in my raps, I have to talk about it. And it just seems foreign because there's no one else talking about it. ومن بعد أول ألبوم ديالو بدأت المسيرة ديالو وبدأ كيتشهر عالمياً. وفي 1993 غادي يخرج ثاني ألبوم ديالو بعنوان Strictly For My Niggas. Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check. As though they sweat a brother major. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. وبما أن الشهرة ديال توباك غادي كتزاد عالميا، ولكن للأسف ما قدرش يبعد على حياة العصابات، كما انه كون صداقه جديده وابرزها الصداقه ديالو مع بيغي. وما نساوش باللي بيغي هو الاول اللي طلب من احد تجار المخدرات باش يعرفوا على توباك، وكذلك بيغي طلب من توباك انه يكون مدير الاعمال ديالو، ولكن الجواب ديال توباك كان بالرفض. وفي 1994 توباك كان في نيويورك كيصور فيلم ابوف ذا ريم، وكان ملاقي مع واحد الجوج واللي هما جاك وجيمي، وكان بيغي ديجا حضر توباك باش ما يبقاش يتلاقى مع هاد الجوج، ولكن للاسف توباك ما تسوقش ليه. توباك كان كيسجل واحد الاغنيه في استوديو تابع لبيغي، وفي نفس الوقت توباك تعرض لمحاوله اغتيال، بل كذلك بيغي كان في نفس المبنى اللي تعرض فيه توباك للاغتيال.
up at the studio doing a Junior Mafia session. So I got off at the reception area and I saw Andre and Little Sean. So I saw him saying, what's up to me, I'm about to get on the elevator. And he comes out. بسبب هاد الشيء توباك تهم بيغي هو اللي كان وراء الاغتيال مع العلم أن بيغي كان من أكثر المقربين والأصدقاء ديال توباك. وفي نفس النهار اللي وقعت فيه المحاولة ديال الاغتيال توباك غادي يقلب على بيغي في مرة. ومن بعد ما غيتشافى غيبدا يشك في كاع صحابه وموراها غيبدا يخرج اغاني ويتهم فيها اشخاص بالسميات ديالهم. وهنا غتبدا الحرب ما بين الساحل الشرقي والساحل الغربي. في الساحل الشرقي كان بيغي والشركه ديالو وباف دادي. وهنا غتفكروا نهار قلت لكم باللي باف دادي هو اللي كان المتهم في القتل ديال توباك. والساحل الغربي اللي كان فيه توباك وديت ريكوردز وشوغ نايس. طبعا هذا البيف كان بحال نهايه كاس العالم وكان العالم كامل متبعه. As a motherfucking crew, and if you wanna be down with bad boy, then fuck you. Then the shit stop when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shots. Saw me in the drop. طبعا هذا البيف ما ربح فيه لا توباك ولا بيغي، بل ان توباك كان قال لهم ان ما مستعدش يخرق القانون على ود التفاهات. وكاملين عارفين بلي اغلب البيفات اللي كتبدا في ميريكان ديال الراب كتنتهي بحرب عصابات والقتل والعنف. وفي 1995 غادي تحكم على توباك تهمة التحرش الجنسي واللي كانت العقوبة ديالها ما بين عام حتى لخمس سنوات. I didn't do nothing. I'm charged with being in concert with some guy. Where they at? Why me? Because I'm Tupac. No, I'm not angry at them. I'm angry at the system. I don't want nobody else to go to jail. You know what I'm saying? But I don't want to go to jail for something I didn't do. You know what I'm saying? I just don't want to be the scapegoat. ولكن حتى السجن ما منعوش من الراب، بل مراها مباشرة خرج ألبوم أنا ضد العالم. طبعا هذا الالبوم حتى هو غيدير البوز وغتباع منه اكثر من مليون نسخه في جميع انحاء العالم. ومن بعد توباك فاش غيدوز 8 شهور ديال السجن غادي يخرجوا مدير الاعمال ديالو نايت شوك بكفاله قيمتها $1,500,000 اي $1,500,000,000. عرض عليه شوك صفقه. ان تدبرنا امر اطلاق سراحك وقمنا بدفع الكفاله ووقعت مع شركتنا عقد انتاج اسطوانه فستنضم الى شركه ديثرو وننتج الموسيقى معا. وبين قوسين فمدير الاعمال ديالو تحكم عليه في 2015 بتهمات القتل غير العمد اي 28 سنه ديال السجن. ومن بعد فاش يخرج توباك من السجن غادي يرد على كاع المنتقدين ديالو بالبوم All Eyes On Me. هذا الالبوم غادي يتباع منه اكثر من 10 مليون نسخه في امريكا واكثر من 30 مليون نسخه في جميع انحاء العالم. كما ان الشركه المنتجه ديال هذا الالبوم قالت بلي توباك خدم في الالبوم غير جوج سيمانات. ومن موراها مباشره غيخرج البوم دو يو وانت وكاليفورنيا. توباك تعرف على انه مغني راب، ولكن ما نساوش انه كان ممثل كذلك وممثل بزاف الافلام، بل كذلك عده ادوار بطوليه بحال فيلم جوس اللي خرج في 1992. وما نساوش Above the Rim وGrid Locked والعديد من الافلام. كما ان بزاف ديال الشركات استغلوا الشهره ديالو وخرجوا بزاف ديال الافلام بحال بيغي توباك ولايف تو تيل. ودابا من بعد ما هضرت لكم على قصه حياته فالان غندوزو نهضروا على الوفاه ديالو واللي كانت مليئه بنظريات المؤامره. اي من بعد الموت ديالو ماتوا بزاف الاصدقاء اللي كانوا قراب ليه وهذا الشيء اللي خلى القصه تاخذ منحى المؤامره. بل كذلك بزاف ديال المعجبين ديالو قالوا بلي الماسونيه هي اللي قتلته بحيث انه كان ديما تدافع على الاسلام والمسلمين في الاغاني ديالو. I thought I was going to choose a career before I choose my motherfucking principles, my manhood. So I said okay cool, fire me from this $100,000 movie because I ain't going to play no gangbanger who's a Muslim. There ain't no such thing. I refuse to play parts that don't exist. بل كذلك دارت بزاف ديال الاخبار كتقول بان توباك سلم قبل الموت ديالو. المهم ما عليناش، اجي ندويو على قصه الموت ديالو من الاول. 7 سبتمبر توباك كان في لاس فيغاس هو وصحابو كيتفرجوا في احد مباريات الملاكمه ديال مايك تايزن. وفاش كانوا خارجين من الاوتيل بان لهم احد اعضاء عصابه الكريبس واللي كانوا ضد عصابه توباك ديتراو. وهنا شدوه وتحاموا عليه بحيث انه كان ديجا سرق واحد العشران ديال توباك. ومن بعد ما سالات المطايفه توباك مشى بدل حوايجه وخرج هو وصحابه وركبوا في طوموبيل بي ام دبليو. وهما واقفين في ستوب فاذا بكاديلايك بيضاء كتوقف جنبهم وكيخرج منها شخص وكيبدا يشير في توباك. وهنا توباك جاو فيه جوج قرطاسات في الصدر ديالو وقرطاسه في دراعو. كما ان المدير التنفيذي ديال ديتراو واللي كان هو نايت شوغ واللي كان معاه في الطوموبيل ايضا جات فيه شضيه في راسه. ومن بعد 6 ايام ديال الصراع في المستشفى توفى توباك وتم الاعلان على الوفاه ديالو في 13 سبتمبر. طبعا الاغلبيه ديال الناس كتنسب القتل ديالو للماسونيه بسبب انه كان ديجا قال لهم بانه قاتل المتنورين.
وقبل ما يتقتل بشهرين اعلن انه كيكره الماسونيه وخرج البوم بعنوان The Don Kilominati. They claim that I'm violent just cause I refuse to be silent. These hypocrites are having bitch cause I'm not fighting, defying. They claim that I'm violent just cause I refuse to be silent. These hypocrites are having bitch cause I'm not fighting, defying. وتاني شخصية مشكوك فيها وهي بيجي واللي كان العدو اللدود ديال توباك. ولكن من بعد الغشيال ديال توباك بيجي خرج ألبوم بعنوان Life After Death وموراها بثلاث أيام غيتم القتل ديال بيجي أيضا. 2019 دابا ومازال ما تحلش اللغز ديال قتل توباك، ولكن كنبغي نقول لكم باللي كاين جزء ثاني غادي ندوي فيه فقط على الموت ديالو، بل وكذلك غنجبدوا بزاف ديال النظريات والمؤامرات واللي كتجيب التبوريشه. وانا شخصيا فاش عرفت هاد النظريات والمؤامرات انا براسي جاتني التبوريشه. المهم ما نزيدش نحرق لكم وسينوا الجزء الثاني. 23 سنه على الموت ديال توباك، ولكن مازال التاثير ديالو على هاد الجيل ضرا، بل ان امينيم قال باللي فاش كتسمع له كتحس بانه اعظم مؤلف اغاني وكيخليك تحس بانك كتعرفه. المهم وصلنا لنهاية الفيديو، كنبغي نقول لكم سينو الجزء الثاني ديال القصة ديال توباك، بل وكذلك سينو الكليب ديالي سمير ليل السيمانة الجاية. المهم إلا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لي واحد لايك وسبسكرايب وتخلي لي شي كومونتير زوين كذلك، بل إلا كانت عندي شي حاجة غالطة هبط دابا صححها لي في الكومونتير. كان معكم إل باترون، بيس. معك الباترون اي كي اي الكابران الكازينو والبارمان ملتي مليونير مان عندي معهم جوست ميني باتمان سيروك فوق الطابلة المعدة دابلة كل نهار حطة بحال شي كلبة حاملة كحزو غني ليه هنايا العافية شاعلة.